أغرب 10 طرق للاحتفال برأس السنة، أبرزها من خلال الملابس الداخلية. تحظى ليلة رأس السنة الكريسماس باهتمام كبير في كل دول العالم، حيث تشهد عواصم البلدان إقامة العديد من الحفلات والمهرجانات احتفالاً ببدء العام الميلادي الجديد. ونستعرض في التقرير التالي الطرق الغريبة وغير التقليدية في الاحتفال بالعام الجديد. إلقاء الأثاث القديم من النوافذ. في مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا يتمحور الاحتفال برأس السنة حول إلقاء جميع الأثاث القديم من النوافذ والاستغناء عنه نهائياً. البحيرة المتجمدة. في ليلة 31 من شهر ديسمبر من كل عام اعتاد سكان سيبيريا في روسيا بإنشاء حفرة كبيرة في بحيرة متجمدة ثم القفز فيها حاملين جذوع الأشجار وزرعها تحت الماء احتفالاً بالسنة الجديدة. مهرجان تاكانوكي. في آخر يوم من شهر ديسمبر من كل سنة يتجمع الناس في القرى في بيرو ويبدأون في القتال وتبادل اللكمات، فهم يعتقدون أن هذه الطريقة تخلصهم من أحزانهم وطاقتهم السلبية نحو بداية أفضل للعام الجديد. 12 حبة من العنب. من العادات الغريبة للاحتفال باستقبال العام الجديد هو تناول الإسبان 12 حبة من العنب عند منتصف الليل يوم رأس السنة، اعتقادا منهم أن ذلك يضمن 12 شهر سعيد ومليء بالحظ الجيد في العام الجديد. حرق دمية. يقوم سكان بنما عند منتصف الليل بحرق دمية أو تمثال لأحد المشاهير من أجل طرد الأرواح الشريرة وبدء العام الجديد بحظ جيد. قرع الأجراس. في اليابان يقرع الناس أجراسهم 108 مرات وفقا لمعتقداتهم البوذية الذي تعتبر أن ذلك يؤمن الطهارة والنظافة، وأنه من الجيد أيضاً أن يكون المرء مبتسم في بداية عامه الجديد لأن ذلك يجلب له الحظ الجيد. النوم في المدافن. في ليلة رأس السنة من كل عام يحتفل بعض سكان تشيلي بالذهاب إلى المدافن للتخييم بجانب أحبتهم، حيث يقوم عمدة كل مدينة بتنظيم وتحضير قداس خاص في وقت متأخر من الليل، ويفتح المقابر ويجلس آلاف من الأشخاص بالشموع بجانبها مع عزف هادئ للموسيقى الكلاسيكية. القفز على الأمواج. مع بداية أول أيام العام الجديد وحلول الساعة 12 بعد منتصف الليل يقوم بعض البرازيليين بالقفز فوق 7 أمواج على شاطئ المحيط، كل قفزة منهم تعبر عن يوم من أيام الأسبوع تكريماً لإلهة البحر يامينيا، ويترك البعض أيضاً بعض المجوهرات على شاطئ المحيط. تكسير الأطباق. جميع الطبقات السكانية في الدنمارك لديها عادة الاحتفاظ بكافة الأطباق الفخارية الغير مستخدمة، وفي تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم 31 من ديسمبر يبدأون في إلقاء وتكسير هذه الأطباق أمام أبواب الأصدقاء والعائلة، وهي الطريقة التي تجعلهم يشعرون بالخير تجاه العام الجديد.